ويا فراقك وقولوا لأمي لا تبكي ويا ناقصك وليدك راجل ناقدك ويا ناقصك وين قريب تولب الراكة ويا ناقصك هادي السلام اللي بيتقى ويا ناقصك وقولوا لأمي لا تبكي ويا ناقصك وليدك راجل ناقدك ويا هذه في اطار الوقفه الثانيه عشره من نوعها اللي كتعبر البقعه داخل الوعاء ذات اللي هو حق مشروع حق قانوني. من هذا المنبر كنوجه نداء الى الجميع وبالخصوص الى راعي البلاد صاحب جلاله الملك محمد السادس انه يشوف بينا بعين الرحمه في اطار بقعه ارضيه داخل الوعاء ذات هذا الوعاء اللي هو في اطار الوعاء ذات منفعه عامه، ولكن الان كنصبحوا في منفعه خاصه لاصبح لوبي العقار يتدخل داخل الوعاء. بعد اسبوعين او ثلاثه اسابيع غيمر هذا اللوبي اللي هو املاك البرنوسي وغيدخل الوعاء داخل زناته اللي غيصبح كيدير الاير بريس 4 و5 عمارات ب 25 مليون. كنتمنى ان صاحب الجلاله يتدخل في هذا الامر بان هذا المشروع ذات منفعه عامه وليس خاصه، انا ذات منفعه عامه وليس خاصه، لهذا اطالب بالتحقيق في هذا الموضوع بان تخرج لجنه تقصي الحقائق من اجل هذا اللوبي العقار اللي بغى ياخذ اراضي ذاتها وياخذها شبر شبر وارض ارض وبحر بحر. لا داعي ان هذا منفعه عامه وليس خاصه. حنا كندوا لجنه الحوار كتندد بالبقعه الارضيه داخل الوعاء ذاتها اللي هو حق مشروع حق قانوني. من هذا المنبر كنوريكم انا هل البقعه الارضيه اللي هي ديال الدواوير المقصيه بعين حروده بان احنا صوناها على شكل براكه كرتونيه تعبيرا للبقعه الارضيه باش يعطيوها لنا داخل زناتها وداخل الوعاء زناتها اللي هو حق مشروع حق قانوني. انا كنوجه نداء الى رئيس الحكومه السيد اخ النوش انه يتدخل في هذا الامر بان يهمه الامر بان صندوق الايداع والتدبير هو المسؤول عن صندوق الايداع والتدبير وشركه رصاص بان هنا كاين لوبي عقار ولا باغي ياخذ الارض وكيتحكم فيها كيف بغى وكيدير طريقه الهدم بدون قانون. كيهدم الاراضي الساكنه الاراضي ديالها بدون قانون الاخوان. لهذا احمل المسؤوليه للسيد العامل والسيد الوالي والسيد الوزير انه يتدخل في هذا الامر بان هذا الامر بانه ولا كيشكل خطوره هنا في مدينه زناته اللي تخليها لوبي العقار وبغى ياكلها وبغي يستولي عليها هذا الاخطبوط اللي هو راه غيديو اراضي ديال 600 هكتار و 800 هكتار اللي هي 1400 هكتار اللي كاينه داخل الوعاء ذاتها اللي ما تمش النزع الشمولي ديالها. هذا النزع الشمولي اللي تم بطريقه غير حسنه، خذوا الاراضي الساكنه وارباب الارض وحيدوا اللي بقى الاراضي ديال الناس الغلاط بقاو هنا في ذاتها ما تمش النزع الشمولي
كاينه هنا واحد 43 هكتار، كاينه 800 هكتار راه كاينه حدا قرب دوار حجر، وكاينه 600 هكتار ديال السوجيطا اللي كاينه هنا قدام دوار حجر وحميريه. هذا اللوبي العقار اللي اصبح كياخذ الاراضي ديال الساكنه وديال ارباب الارض بطريقه ما فهمناش، 200 درهم 300 درهم 400 درهم 500 درهم، وكياخذوا الاراضي وتصبحوا كيبيعوا فيها ويشريوا فيها بطريقتهم الخاصه. لهذا وندد الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس انه يتدخل في هذا الامر ويعطينا ارض بقعه ارضيه داخل وعاء الذات اللي هو حق مشروع. حنا راه ما غنتفكوش على الحق ديالنا نهائيا كيف ما كان نوعه، ان حنا نمشيو للحبس ما عندناش مشكل، حنا نمشيو للحبس ما عندناش مشكل، ولكن ما تمشيش لنا العرض، حنا غنموتوا على ارضنا. هذه ارضنا بحال الصحراء المغربيه، الذات مغربيه، الصحراء المغربيه، الله، الوطن، الملك. السلام عليكم، معكم فاطمه الاشقر، واحده من لجنه الحوار ومن دواوير المقصيه. بالنسبه لهذا الوقفه اللي درنا اليوم، هذه الوقفه 13، يعني درنا 12 وقفه وبقينا جميع الابواب، درنا مراسلات، وعدنا السيد العميد باش يتلاقى بينا يكون الحوار، ولكن باقي ما كاين والو. حنايا لحد الان باقيين كنطالبوا بحق ديالنا اللي هو السكن داخل زناته، وكنرفضوا بلاصه اخرى من غير زناته. حنايا زناته تولدنا فيها، كبروا فيها والدينا، ولدنا فيها، خدمنا فيها، يعني هي مصدر العيش ديالنا. ماشي غير انا شخصيا كنهضر بصفه عامه، لان اغلب النساء كيشتغلوا في المصانع وقريبا لهم، يعني باش كيديروا الظروف. كاينين ارامل، كاينين نساء مطلقات، كاينه اللي واخا مزوجه وما كتلقاش راجلها مريض خدامه عليه ومتحمله المسؤوليه، يعني كتلقى هنايا شركات قراب كتمشي تخدم في الميناج، كاين اللي كتخدم على ساعتين. المهم كيقلبوا على الناس، والاغلبيه ثاني كاين واحد العدد كبير اللي عايش من البحر، سواء رجال سواء عيالات، شباب ولا شابات ولا اغلبيتهم. لهذا كنطالبوا من المسؤولين باش يديروا معنا واحد الحوار ويشوفوا لنا حل. حنا بغينا نستافدوا داخل زناته ونحاولوا، يعني بغينا حلول، يعني تكون مساله بالتراضي، وحنا بغينا نستافدوا هنا وكنطلبوها وكنعاودوا نطلبوا في حال ما لباوش لينا الرغبه. حنا ما غنمشيوش حتى شي بلاصه، نقدروا نديروا الهجره، نقدروا نديروا النزوح، نقدروا نديروا مسيره، المهم حنا غنبقاو ناضلوا ونزيدوا ناضلوا حتى نوصلوا المطلب ديالنا اللي هو البقعه. حيت الا بغاو يروحونا لبني خلف يهجرونا وغيبعدونا وغيشردونا، يعني ما غن بحال غنموتوا. اذا هذا راه موت، هذا راه موت بطيء، فهمتيني، غيأديو لواحد شي عواقب غير لا تحمد عقباها، فهمتيني. ما بغيناش حنا نتشردوا لشي بلاصه ولا نمشيو، حنا بغينا زناته وغنبقاو في زناته باي وسيله. حنا غنقتلونا هاد الناس الا بغاو يحولونا ولا بغاو يعني يرغموا علينا رايحين لبني خلاف ولا البلاصه بعيده ما قابليناش، يقتلونا احسن. هادشي اللي تنطالبوا.